الخبر الاولي عدنا عن زينب صباح واستهزائها بنور ستار ودفاعها عن نارين بيوتي. طبعا ما يعرف من هي زينب صباح، فهي يوتيوبر عراقية اتت تقريبا قناة باليوتيوب بها 1.5 مليون متابع. فزينب نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوري صارت تستهزئ بها بنور ستار، قاعدة تسوي نفسها انه هي قاعدة تبكي وقاعدة تقول انه هذه دموع حقيقيين وهذا الكلام. اعطيكم هذه الستوريات شوفوها. طيب ايش بكم ما جاي تصدقون؟ هدول دموع حقيقيين، هدول مش تمثيل. عبالكم اسكت لي؟ اخذت بثاري حتى مرت الثانية لا تفكر تسوي بي هيك. اي الدموع مش تمثيل حقيقيين. ايوه خليك بيني ما اعرف. خلي الله. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم باستهزاء زينب صباح بنور ستار. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هي مريانا. فمريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات تابعها واحد من المتابعين كاتب لها وكان لك أغنية ليش لغيتي المشروع، فترد عليه إن شاء الله حتنزل الأغنية بعد العيد. وبعدها نزلت هذه الستوري كاتبة كتبوا لي هون شو تتوقع اسم الأغنية وعن شنو راح تكون، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو أنتم متحمسين لهذه الأغنية. أما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو ريدر، فريدر نزل على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات أعلن من خلالها إنه راح ينزل أغنية بس توصل قناته باليوتيوب لل 900,000 متابع قبل رمضان، وإنه راح نشوف جبهات الطير. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات الأغنية منو متحمسين أكثر من ريان وريدر، وهل تتوقعون راح يدسون بعض ويقصفون جبهات بعض؟ الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين كشف حقيقة نور مار وخفاء الاسم قمر مار من التعليقات اللي عنده. أما اللي سأل السبب مثل ما تعرفون انه متابعين قمر مار صارت هجوم على نور مار ان يريدونها ترجع لحسابها بالانستغرام وتتفاعل بيه بشكل اكبر وتصير تنزل ستوريات تتفاعل بالسوشيال ميديا. اما بالنسبة للدليل انه يدخل اخر مقطع نزله ونزل بيها التعليقات وراح نكتب اسم قمر مار، لكن اكو شغلة بسيطة حبايب انه قمر مار اكو اشخاص مثلا كتبوها طبق انه كلمة لازقة ببعض، فممكن هذه الاشياء تطلع، ممكن يكتبون قمر راح يضيفوا لها حرف زيادة، ممكن قمر مار RR2 هم ممكن هذه التعليق تطلع، ولكن اول كلمه اللي هي قمر مار تكتب بشكل اساسي لو تكتبوها ما راح تطلع. فراح نحذف تونا من حفظ التعليق لاشخاص الخوارية بمهم زين غير الحساب عم اشوف هل التعليق حيطلع للناس او لا، بعمل غير الحساب وزين بيع التعليقات وراح نعمل كلمه لحظه تونا راح اشوف انه تعليق ما ظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لي احبابي بالكومنتات شو رقم حركه نور مار وخفاء اسم قمر مار من الكومنتات اللي عنده شنو تتوقعون السبب بالضبط. الخبر الرابع اللي عدنا عن رد احمد ابو الربع على شدان. بالنسبه لما يعرف شو اللي صار فشاف المقطع السابق يعرف القصه بالكامل شو صار بيناتهم والمشكله اللي صارت بيناتهم. فبعد احمد ابو الربع حش على شدان وشدان طلعت وردت عليه. احمد ابو الربع نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات وصار يتهجم بي عليها ويرد بي عليها. حطكم هذه الستوريات تشوفوها. بس خلينا نحكي موضوع المهم هسه. اوكي يلا اوكي. يا جماعه البنت اللي امبارح حكيت لكم اني كنت انزل فيديو عنها بعدين بطلت. انا قررت ما انزله هالفيديو، في فيديو انا عملته جهزته صورته منتجته كله تمام موجود عند القناه، كبس واحده بنزل. بس على اخر لحظه قررت ما انزله مع انه الفيديو حيجيني منه فلوس ومشاهدات. الفكره انه انا البنت اللي حكيت عن الفيديو حسيت انه ما بدي انا اكون عنصر سيء بحياتها اكثر من هي الشيء اللي هي ملتهي فيه اللي هو مرض ابنها، ما بدي اسوق حياتها. ضميري صحي يا اخي، لاول مره في التاريخ ضميري صحي. تروح هي حضرت جنابها ترد علي في الستوري وتهاجم علي وسايقه فيها، ايش في؟ ايه بأعقل بنت لا تخليني اعمل شيء غبي. طبعا بعد شدان مسكتها ولما نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات هم صارت ترد بيها على احمد ابو الرب، صارت تقول انت تافه وما عندك محتوى وتتهجم عليه. احطكم هذه الستوريات تشوفوها. انسانه في حياتي هدف، انا انسانه عم بقدم محتوى اقل ما فيها ولا بفرجي معاناه البنت العربيه، انا اخت رجال اقل ما فيها بفرجي جبروت البنت العربيه بالغربه، مش زيك قاعد بين اهلك وعم نمنم بلبل على هاد وعلى هاد وعلى هاد وعم بتهف مشاهدات ومحتوى من وراهم. ايش محتواك اصلا؟ هو شيء تافه جدا، مش هالإيش المحتوى. وعلى فكره انا احترمتك بالاول لحكولي انك حتحكي عني في موضوع الانفصال، واجيت وقلت لك لو سمحت ما تطب بطرفي لانه انا كثير انسانه حساسه ما بحب حدا يحكي عني ويجيب سيرتي، فقعدت احكي لك بطريقه كثير محترمه علشان ما تدخل. اوريدي انا عارفه انه انا راح اربح من هذا الموضوع. اوكي بيقول لسه انه هو عشان حرام، هو عشان كتير انسان سنسيتيف وكتير انسان بحس بالعالم لدرجه انه محتواه كليته على ظهور العالم وعلى الحكي عليهم والنم عليهم وبيبرم عن هاد وبيحكي عن هاد وبسب هاد وبيغلط في هاد ومش مخلي حدا من شره وبقول لك حرام. اوكي انت اللي فتحت الموضوع وانت اللي اجيت على طرفي فانا من حقي اني ما اسكت لك. هلا هاي قناتي والمحتوى محتواي وانا بحق لي اعمل بقناتي ومحتواي الاشي اللي بدي اياه، لا انت ابو اليوتيوب ولا انت ام اليوتيوب ولا انت حطيت اليوتيوب والمنصه مش الك. فكل واحد حر بحياته، حر بالشيء اللي بده يستغله، حر بالشيء اللي بده يسويه، حر بالمحتوى اللي بده يحطه، هذا الاشي ما بخصك ابدا، هذا اول اشي.
تاني إشي أنت يعني طبب بموضوع كتير حساس بالمجتمع عنا، الأم تمام؟ وموضوع ابني وموضوع حياتي وموضوع المعاناة اللي بعيشها أنا حرة فيها، أنا أحلي بالموضوع اللي بخصني، أستغل الموضوع اللي بهمني، حرة أنا، مش هستناك أنت تيجي تقول لي إيش لازم أسوي أو كم من فيديو لازم أحكي بالموضوع أو شو الإشي اللي لازم أعمله. أنا بسوي الإشي اللي بيناسبني، فأريدي هذا الإشي بيناسبني هيك أنا مرتاحة فيه فحلال علي يعني. لا ابنك اللي مستخدماه ولا اسمك اللي محطوط ولا مصرياتك ولا منصتك ولا متابعينك ولا اي اشي، وانت لهلا ما عملت تاج وما حكيت الاسم لانه اوريدي انت يعني. انا حبيبي انت مستواك تروح تحكي عن ساهر منذر، تحكي عن برهوم، تحكي تدخل في مشاكل مع مش عارف شو، هذا مش مستواي انا. انا انسانه واعيه اوعى منك. بعد ما مسحت الستوريات ونزلت هذا الستوري كاتب الستوريات ما حد، مو لاني جبانه ولا خفت من اي شيء، ولكن حكيت ويا احمد ابو الروب انتهى الموضوع اللي ما بيننا. فاكتبوا لنا حبايب الكومنتات اشتركوا بهذه الدراما البسيطه اللي صارت، وانتم يا منو هل تشوفون الحق ويا احمد ابو الروب ام ويا شدان بالقصه اللي صارت بيناتهم. الخبر الخامس اللي عدنا عن برهوم وفضيحه النص يوتيوبر العرب. فبرهوم نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات بهذه الستوريات صار يوضح بها تقريبا نص اليوتيوبر العرب انه المسابقات اللي سووها بحساباتهم بالانستغرام مثل نارون بيوتي ونورمر وغيرهم اليوتيوبر الكبار هي كلها عباره عن كذبه مو اكثر وسرقه، محاولتهم كذب على المتابعين عم يجيبوا عن فلور اكثر. وطبعا صار يستهزئ بنور ستار، احط لكم هذه الستوريات اللي حاب نشوفها كامل. عندنا رساله بسيطه على صفحات المسابقات مشان ربكم ارحموني، ارحموا جدي انا مشان شو قاعدين عم تكذبوا على الناس؟ فهموني بس، شو بتجيب لي ايفونين ثلاثة وبتحطهم مشان ربك خلص خلص. الفكرة وما هنالك، هدول الصفحات مسابقات عم يروحوا يدفعوا لمشاهير مصاري كرمال ينشروا لهم صفحة على اساس في مسابقة، وانتم بتروحوا بتعملوا فولو بتستنوا يجيكم كذب كذب ابو الكلب لا تصدقوا. يعني انا يمكن بعمري مرة واحدة حكيت عن مسابقة مشان تربحوا منها واللي هي بوم بوم، وبالفعل كانت تربح، وواحد من المتابعين بعث لي انه ربح بوم بوم وهيك. بس انه هدول الصفحات اللي عم بيربحوا ايفون مشان كل شيء روحوا بيعوا الايفون وادعموا صفحات عليكم. انا المسابقات بحبهم تمام، وكل فتره بعمل مسابقه لمتابعيني وهيك، بس انه مو طبيعي يا باشا. يعني مع احترامي لكل الناس اللي انا عم تابعهم ارحموا جدي، يعني عم شوفكم كثير مزودينها، فهمنا فهمنا جايز. هدول دموع حقيقيين مو تمثيل، وانا مالهم مبينين لانه انا حاطط فلتر جايز ام في ابشر. وبس وانا وصلت المقطعات من مقطع جوكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناه تشتركوا في زي مقاطع من القصص. وبس يا حبايب شكرا على كل الدعم قاعد تقدموه، اتمنى بس تحطون زر اللايك همين، زر اللايك يحاول ينشر المقطع بشكل اكبر، فاتمنى كل ما تزودون عدد اللايكات نحاول نوصل المقطع مثلا 30 40 الف لايك حيكون كلكم شاكر لكم. وبس كانكم في زي مقاطع من القصص، مع السلامه.